أهلا بكم من جديد. حتى اللحظات الأخيرة كان يراهن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بأن سوريا ورئيسها بشار الأسد لن يعودوا إلى الحضن العربي ولا إلى جامعة الدول العربية، فإذا السفن تسير بعكس ما تمنى الدكتور جعجع، ولكن كيف تلقى هذه العودة وما هي المواقف التي قد تعلن عنها القوات اللبنانية بعد عودة سوريا إلى الحضن العربي وإلى جامعة الدول العربية؟ معي من بيروت الوزير والنائب الأستاذ ملحم رياشي ليعطينا بشكل مقتضب كيف تلقى الدكتور جعجع خبر عودة بشار الأسد وسوريا إلى الحضن العربي وإلى جامعة الدول العربية. مساء الخير أستاذ ملحم. مساء الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف تلقى الدكتور جعجع خبر عودة بشار الأسد وسوريا إلى الحضن العربي من جديد وإلى جامعة الدول العربية، وهو من كان يراهن حتى اللحظات الأخيرة أن سوريا لن تعود مع بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية؟ هو في الواقع كان يراهن إذا كانت عودة سوريا مع الأسد إلى الحضن العربي ستحصل فليكن أن تحصل، ولكن مع شروط معينة وشروط تلزم النظام في سوريا بعودة النازحين السوريين وبأمور أخرى ترتبط بالسياسة السورية في المنطقة ومع الإخوة العرب، وهذا على الأقل ما بدأ يحدث في الأردن على أثر لقاءات اللجنة العربية مع وزير الخارجية السوري. أما كيف تلقى الخبر؟ تلقاه بواقعية سياسية. تعرف جيدا رئيس القوات سمير جعجع أنه لا يتعاطى بطريقة عاطفية مع الأحداث، إنما بطريقة واقعية جدا، وتعاطى مع هذا الموضوع بواقعية مع أنه كان يأمل ألا يحصل قبل تحقيق الشروط، ولكن قبل أسبوع أستاذ ملحم في قلب الأمور وتحقيق الشروط بعد حصول العودة فليكن. ولكن قبل أسبوع ظهر الدكتور جعجع في مقابلة مع الزميل جورج صليبي على قناة الجديد الزميلة، وكان حاسما بأن سوريا لن تشارك في القمة العربية في السعودية وأنها لن تعود إلى الحضن العربي. دعنا بس هذا المقطع الذي تم تداوله بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا، وكأنهم أرادوا منه يعني التوجيه نوع من تسجيل نقطة على سمير جعجع. دعنا نرى مقتطف صغير من هذا الفيديو. بشار الأسد لا، لن يكون في الرياض، راح يحضر وزير الخارجية بصفته مراقب وبس. أنا بعد عند رأيي بشار الأسد جدي سياسي، لا أمل بالقيام من جديد. يعني هناك من انتقد أن رئيس حزب بحجم القوات اللبنانية وكل هذا التاريخ السياسي أن يحسم قبل أسبوع فقط، يعني قبل أسبوع مفروض يكون كل المعالم قد أصبحت واضحة بالنسبة للجميع بأن الرئيس السوري وسوريا سيعودون إلى جامعة الدول العربية، وهو أكد بأن سوريا لن تحضر في القمة العربية وإنما ستكون على مستوى وزير خارجية بصفة مراقب. البعض قال أين مستشاري سمير جعجع؟ شو يعني وين موجودين؟ شو بيعملوا؟ أو هو ما بيستمع لاستشارات وآراء؟ كيف ترد على هذه؟ لا، ولكن في الواقع ممكن أن يكون هذا الموقف ناتج مباشرة عن موضوع يرتبط بعودة سوريا، ولكن يدعو العرب من خلال موقفه إلى إعادة النظر بموقفهم وعدم تقبل العودة السورية بطريقة غير مشروطة. العرب فضلوا أن تكون العودة وتلحقها الشروط. الموضوع هو موضوع معاكس بالنسبة إلى رئيس القوات وبالنسبة لنا، أن الشروط كان يجب أن تسبق العودة. هذا هو المقياس لا أكثر. أما أن يعلق المسيئون ويعلق آخرون فلا بأس بذلك، إلا أن الموقف سمير جعجع كان واضحا وكان يريد تحفيز العرب بالاتجاه الذي كان يذهب فيه.
طيب اليوم هناك موقف واضح من الدكتور جعجع تجاه ترشيح الوزير سليمان الفرنجي للرئاسة اللبنانية، ولكن البعض يسأل دائما ماذا لو وافقت المملكة العربية السعودية على اسم سليمان الفرنجي، ماذا سيكون موقف الدكتور جعجع حينها؟ هل سيتراجع كما تراجع في أماكن أخرى؟ لم يتراجع في أي مكان سمير جعجع. سأبدأ بالإجابة على نهاية السؤال. نعم، اتفاق مع عراب اللي كنت حضرتك عرابه، ألم يكن تراجعا باتجاه ميشيل عون كرئيس للجمهورية؟ لا أبدا، لم يكن تراجعا باتجاه ميشيل عون، إنما كان نتيجة مصالحة مسيحية كبيرة وواسعة وعريضة. وسمير جعجع ليس كاريتاس يعرف كيف يضع الخطة ألف والخطة باء في حال تلكأ ميشيل عون كما تلكأ عن تنفيذ شروط الاتفاق. دعنا نعود، إذا المملكة العربية السعودية أصرت على سليمان الفرنجي رئيسا، اليوم المسيحيون يعطون ينتخبون القوات اللبنانية ب 220 ألف صوت مسيحي للقوات اللبنانية في ظل عهد ميشيل عون. هذا هو انتصار سمير جعجع. بالنسبة إلى الشق الأول ما يتعلق بموقف المملكة، ما المملكة دولة صديقة للبنان وصديقة وحليفة للقوات اللبنانية، وموقفها واضح في هذا الشأن، ولا يفترض أن نضع أسئلة افتراضية أو أسئلة شرطية. الواقع أن المملكة تقف الموقف المثالي بما يتعلق باحترامها لسيادة لبنان وسيادة أبنائه، ونحن كحزب سيادي نرحب بهذا الموقف تماما كما كل مواقف المملكة المرتبطة بلبنان. المملكة قالت أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأنها لا تضع فيتو على أحد، وأنها ستعمل على مساعدة لبنان في حال تم تنفيذ، يعني التزم الرئيس المقبل بالأجندة العربية التي يفترض أن يلتزم بها، وهذا أمر نؤيده تماما. ونحن كأسياد أنفسنا نعرف كيف ننتخب ومن ننتخب. نعم، أحد الإعلاميين اليوم كتب يعني خبر وزع على مواقع التواصل الاجتماعي هلأ بعد الظهر عشية، قال ترقبوا يوم الاثنين الصحف صادرة بالعنوان العريض خبر مهم عن رئاسة الجمهورية. هل لديك أي معطيات ما قد يكون هذا الخبر الذي سيتم إعلانه يوم الاثنين معالي الوزير؟ على الإطلاق صديقي، على الإطلاق، ما في تسريبات، ما في ولا أنا نهتم بهكذا نوع من الترقبات. برأيك من سيكون الرئيس المقبل للجمهورية اللبنانية؟ سيكون من يختاره الشعب اللبناني، وسيكون من يجب أن يكون رئيسا للبنان في معركة لن أقول قاسية، ولكن معركة أساسية من معارك المقاومة اللبنانية والقوات اللبنانية لإيصال رئيس يشبهها إلى رئاسة الجمهورية. هل سنذهب إلى اتفاق مشابه لاتفاق الدوحة أو لاتفاق الطائف أو ما شابه؟ قبل الرئاسة استبعد، ولكن أصلا هذه الاتفاقات تحتاج إلى إعادة نظر. اتفاق الدوحة حكما سقط، ولكن اتفاق الطائف لدينا قد يسمح وقتك بأن نخصص له حلقة، أتشرف أن أكون ضيفا معك فيها طبعاً. لأن الطائف يحتاج إلى إعادة نظر، خصوصا أنه لم يطبق منه إلا بعض الأمور وطبق انتقائيا. اتفاق الطائف القوات اللبنانية تزمت به وتلتزم به ودفعت الأثمان الغالية لأجل تطبيقه، واليوم وقد طبق للأسف بحسب موازين القوى لا أكثر ولا طيب. أقل. أنا بس بدي أعلق على مقدمة أمور كثيرة. بدي أعلق على مقدمة أنا عملتها من حوالي أسبوع تقريبا بناء على معطيات ومعلومات خاصة موثوقة، يعني للظروف امبارح اللواء جميل السيد غرد تغريدة مماثلة ولكن يعني بطريقة شبيهة عن الرؤساء المدفوعي الثمن في لبنان. يعني الطائف
كل من شارك بالطائف قبض ثمنه ماديا، وكل من شارك في الدوحة قبض ثمنه ماديا، وكل ما حصل اتفاقات جانبية ممن لم يقبض بالعملة الصعبة قبض مكاسب يعني معنوية ومراكز حكومية وإلى ما ذلك. هل بالفعل تؤكد هذا الكلام أستاذ رياشي؟ يعني هل بالفعل ما يحصل في الاتفاقات الكبيرة يكون مدفوع الثمن سلفا؟ لا أعرف، أعرف أن القوات اللبنانية دفعت ثمن اتفاق الطائف ولم تقبض أي أثمان، وفي الدوحة تحفظت على اتفاق الدوحة القوات اللبنانية، وسمير جعجع وقع بتحفظ على هذا الاتفاق وكل المعنيين يعرفون ذلك. أما حول الاتفاقات فلدي تعليق مختلف، أعتقد أن الاتفاقات تطبق بحسب موازين القوى، وهذا منطق السياسة يا عزيزي، موازين القوى هي التي تطبق الاتفاقات ليس وليس النصوص التي تبنى عليها. لذلك علينا أن نعمل لنكون أقوياء ولنبني جمهورية قوية ولا ندفع أثمان لأمور لا تخصنا. كلنا يتذكر أن اتفاق الدوحة حصل بعد 7 أيار، حركة 7 أيار عندما اجتاح حزب الله بيروت، فبناء عليه ذهب الجميع إلى الدوحة فحصل اتفاق الدوحة وقد أتي بميشيل سليمان رئيسا للجمهورية. هل تتوقع أن يحصل 7 أيار أخرى بشكل أو يعني بشكل آخر؟ يعني دائما نتكلم في لبنان عن الترهيب والترغيب، يعني يا اللبنانيين بيروحوا بيتفقوا بالترغيب أو بيتفقوا بالترهيب. هل تتوقع أن يحصل 7 أيار أخرى في لبنان للبت بموضوع الرئاسة إذا لم تصل الاتصالات والمفاوضات إلى مكان في النتيجة؟ هناك انسداد في الأفق اللبناني بملف رئاسة الجمهورية، أما أن أتوقع أحداث أمنية فلا أعتقد، ولكن ربما تحصل وتؤثر على المعطى الانتخابي المعطى الرئاسي. وأما أن تكون شبيهة ب7 أيار فلا أظن ذلك على الإطلاق. من بيروت معالي الوزير والنائب الحالي ملحم رياشي عضو تكتل الجمهورية القوية، شكرا لك، بعرف أخرناك عن موعدك بس قلت لنا انه نحن من عظام الرقبه فبناء عليه اخذنا راحتنا معك. شكرا لك.